الدول العالمية تشارك في الحدث الأهم في العالم إكسبو 2020 دبي. هذا الحدث الذي يعكس مكانة دولة الإمارات المرموقة دوليا ورؤيتها المستقبلية الطموحة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي أعلنت الانتهاء من أعمال جناحها المشارك التزاما منها بالمعرض العالمي الأهم. وتصل مساحة الجناح إلى 36,000 قدم مربعة، وسيتيح للزوار فرصة للاطلاع على تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها وما تتميز به من ابتكارات واختراعات. الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تتميز بالتنوع والشمولية في مختلف المجالات، بدءا من الأمن والدفاع وصولا إلى الثقافة والأعمال والاستثمار والتجارة. ولقد حققت دولة الإمارات منذ تأسيسها الكثير من الإنجازات التنموية. الولايات المتحدة تعتزم تنظيم بعثة تجارية في نهاية إكسبو في شهر مارس 2022 موسعة للأعمال تضم 100 شركة أمريكية إلى الحدث وتعريفهم على كل ما تتميز به دولة الإمارات وبحث الفرص التجارية والاستثمارية. كما ستشارك الولايات المتحدة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سينظمها إكسبو دبي خلال فترة فعالياته، ويضم برنامج المحتوى الخاص بالجناح فعاليات موسيقية وفنية متنوعة بالإضافة إلى أنشطة متخصصة بمختلف المجالات العلمية والتقنية والثقافية. فرصة ثمينة تشكلها فعاليات إكسبو دبي لقطاع الأعمال الأمريكي الذي يتطلع للاستفادة من مشاركة أكثر من 190 دولة وحضور ملايين الزوار وقدرة المعرض على حشد الطاقات من أجل توفير الإلهام وإحداث التغيير، خاصة وأنه يأتي بعد جائحة كورونا ومع بشائر تعافي الاقتصاد العالمي.